المشاهدين متابعي قناة شوف الواقعي تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة أزمور، كتابعوا معنا مباشرة على قناة شوف الواقعي تي في. لحظة وصول جثمان الشرطي اللي كان أطلق رصاص على الصديقة ديالو والأم ديالها بمدينة الجديدة، ثم وضع حد للحياة ديالو. وصول جثمان إلى أمام المنزل ديال العائلة من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان ديال هذا الشرطي. تابعوا مباشرة على قناة شوف الواقع تي في لحظة مغادرة سيارة نقل الأموات اللي كتحمل جثمان رجل الأمن اللي كان وضع حد لحياته من بعد ما تلقى رصاصتين، وحدة على الزوجة على الخطيبة ديالو أو الصديقة ديالو، وحدة على الأم ديالها بمدينة الجديدة قبل أيام من اليوم. الأسرة ديالو ما صابرهاش حقيقة. اتجاه ديال سيارة نقل الأموات، أموات المسلمين إلى المقبرة هنا بمدينة أزمور اللي كتنقل جثمان رجل الأمن اللي وضع حد حياته يوم السبت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. علم وزن ما عليه الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله من علم وعلم وزن ما عليه سبحان الله والحمد لله علم وعد سما علم ودنا سما علم مشاهدينا الكرام جنازة مهيبة للمرحوم ضابط الأمن الممتاز اللي كان وقع حد حياته من بعد ما طلق رصاصتين حق اتجاه أخت الخطيبة ديالو وأمها قبل أيام من اليوم.
أن شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلتقي في مباشر آخر بعد قليل، دمتم في رعاية الله، بقوا معنا، احنا باقين معكم.